بدايتنا اليوم مع الصحة وبالتحديد مع احتشاء عضلة القلب أو ما يعرف بالأزمة أو السكتة القلبية الحادة في صحتك تهمنا. معنا في هذه الفقرة دكتور خالد بن ثاني استشاري أمراض القلب وتصلب الشرايين والأوعية الدموية. صباح الخير. صباح النور. صباح الورد دكتور. صباح النور. أنا دكتور يعني أمس أول ما قريت عن الموضوع أقول احتشاء القلب شوي المسمى عنيف، يعني قاعد تخيل شو قاعد يصير في القلب في هالحالة، فليش هالمسمى الغريب؟ إيش هو بالضبط؟ هو أساساً هي تعريب للكلمة احتشاء القلب أو الأزمة القلبية أو السكتة القلبية. يعني إذا نظرنا لها إلى موجود الصور عندكم هنا، هي عبارة عن تضيق في الشريان، وتضيق هاي في الشريان يسبب نقص في الدم وصوله إلى العضلة، وبعدين صرنا عملية تخثر داخل، ولذلك تسمى نفس الحشوة، فيعني حشوة موجودة وتضيق موجود، فيسبب اللي هي الجلطة القلبية أو الاحتشاء العضلة القلبية. يعني هو نفس الجلطة تقريبا. نعم. طبعا الجلطة والأزمة القلبية بشكل عام دكتور من أمراض العصر اليوم، ويمكن في ازدياد إذا ما خاب ظني. لو نتكلم عن أسباب الانتشار والأسباب اللي تؤدي إلى حدوث اليوم، طبعا من أهم الأسباب الموجودة حاليا اللي هي الحياة العصرية، عدم النشاط، عندك وجود اللي هو السكر، الضغط، الكوليسترول، التدخين. احنا عندنا في المنطقة كثير من الشباب يدخن، يعني عقب 15 سنة 20 سنة ما يوصل في سن 40 سنة، وحتى في عمر صغير عرضة للإصابة بالأمراض القلبية والجلطات القلبية. السكر مشكلة كبيرة موجودة عندنا في البحرين، الضغط كذلك، كلها هاي أسباب وعوامل. السكر والضغط أكيد، لأن عبارة اللي هو السكر عم تفكر فيه عدم انتظامه يأثر في عملية اللي هو إحنا نقول عنه الالتهاب داخل في الشرايين، ويسبب اللي هو الانسدادات في الشرايين، ترسب الكوليسترول، السكر الزايد اللي يعني حتى يعني بدون كنترول أو بدون تضبيط يؤدي إلى اللي هو كنتيجة نهائية اللي هو الأزمات القلبية والجلطات القلبية. يعني دكتور من خلال هذه الفقرة بالتحديد دائما لما نستضيف الأطباء دائما يذكرون اليوم مرضى السكري عددهم في ازدياد، اللي يعانون من الكوليسترول في الدم أيضا في ازدياد، طبعا الكوليسترول السيء، فأتوقع أن نسبة كبيرة جدا من المصابين في مملكة البحرين يعانوا من هالمشكلة. طبعا حسب الإحصائيات الصحية الموجودة في وزارة الصحة ومنشورة حتى في الإنترنت، تأتي الأمراض المعدية في القائمة الأولية، بعدين تجي أمراض القلب، وبعدين تليها الأورام. فمش يعني مشكلة كبيرة. الشيء الثاني تقريبا في مجمع سلمانية الطبي ما يقارب يعني في بمعدل حالتين تي في اليوم، أو ساعات أكثر، إلى 3 إلى 5 حالات تي في اليوم الواحد، وتختلف طبعا يعني في التشخيص عما تنظر اليهم، يعني بعضهم يبقى الام صدر، بعضهم بجلطه، ويكون عنده هبوط حاد في الدم. حاليا مو بس البحرين، معظم الدول الناميه وحتى الدول المتقدمه يعتبر هو السبب الرئيسي للوفاه، اذا بغينا يعني نحدد او يعني نكون مور سبيسيفيك. اوكي، نفس ما ذكر دكتور اليوم يعني الحياة العصرية ما تعرف عمر معين، التدخين ما يعرف عمر معين، قلنا نشوف للأسف حتى أطفال اليوم كل واحد شايل له سيجارة ويدخن. بس بالنسبة حق هذه المرض، بالنسبة للأزمة والسكتة القلبية، في هناك فئة عمرية يمكن أكثر عرضة دكتور، يمكن الكبار في السن أو يكونون صغار؟ يمكن هذا يكون مفهوم أو كونسبت ما بقول عنه خاطئ، بحيث أن عندك في الفئة العمرية اللي فوق 40 سنة خصوصا الرجال عرضة لهاي المشكلة، لكن اليوم قمنا نشوف حتى صغار أقل من 40 سنة، ومو بس منحصر في مثلا فئة معينة أو مثلا عرق معين أو جنس معين. معظم يعني إذا بتقول يعني هني في البحرين ما له دخل، قمنا نشوف حتى صغار بيكون عنده هستري بعد الأهل، بيكون عنده هستري يعني العوامل الوراثية موجودة، لكن قام السكر يبتدي في عمر صغير، الضغط يبتدي في عمر صغير، ونشوف هاي اللي احنا نقول عنها مضاعفات تبتدي في عمر صغير، يعني اللي كنت تشوفها في عمر 60 70 هاي كنت تشوفها في عمر يعني اصغر. الشيء الثاني بالنسبه اللي هو هل في فرق ما بين النساء والرجال؟ حاليا ما اعتقد في فرق، كان في احنا نقول عنها
توعية عملناها وكان مؤخرا كان في سيتي سنتر كذلك كان اللي هو go for women. النساء عرضة حالهم حال الرجال ما في فرق بالعكس يعني ما نبي نقول على قولاتهم بس الحين النسوان ما شاء الله عليهم قاموا يدخنون حالهم حال الرجال. أول كنت نادر أشوف مثلا واحدة تدخن فهذه يعني عامل آخر الحياة العصرية أثرت كثير على الناس. دكتور عادة عند حدوث الأزمة اللي صدها مثلا سكتة أو جلطة يشعرون بألم حاد ضيق في الصدر يحسوا كأنه في أحد قاعد يعيط عنهم يمكن الألم حتى يوصل ليدهم اليسار فهل اليوم المرضى باعتقادك أو حتى الأكثر عرضة للإصابة عندهم الوعي الكافي بكل هذه الأعراض اللي ممكن تدل على أن لا والله في أزمة راح تصير أو في جلطة راح تصير؟ التوعية موجودة. إذا حبيت أقول شيء بقول اللي هو بالنسبة حق يعني اللي ما قد شخص واللي شخصوها وصاد المرض نفسه. البحرين الحمد لله صغيرة، سرعة الوصول للخدمة الطبية سريعة ما تتجاوز تقريبا 20 دقيقة إذا بنقول على الأكثر للوصول للمستشفى. الأعراض تفرق لذلك لكن العرض الأساسي هو الألم في الصدر والإحساس أنه في ضيقة أو شيء كاتم على صدرك. إذا لاحظتوا في بعض المرضى تشكل عليهم الأعراض يقول أنا حسيت برفع يعني دقات قلبي سريعة، بعض يقول لك أنا حسيت بتعرف ومع ذلك عمي المستشفى يقول لا صارتك جلطة. إحنا نقول عندنا البرسبشن اللي هو التقبل، مو كتقبلك لكن بحيث ترجمتك إلى الألم أو ترجمتك إلى الأعراض المرض من شخص لشخص تختلف. أجسامنا غير، أشكالنا غير، ولذلك تشوف مثلا في واحد قال أنا ضيقة في النفس وياتني الأعراض. إذا ما نظرت حق اللي عندهم مرض فإذا صاد مرة ثانية بيعرف أن في شيء غلط. العرض هذا اللي صاد من قبل حزتك كان صاده اللي هو الجلطة القلبية. ولذلك احنا دائما نعطيهم نصيحة إذا حسيتوا الأعراض خذ الحبل تحت اللسان مره مرتين او ثلاث ما بينهم خمس دقائق وبعدين اتصل بالاسعاف على اساس تلجأ الى المستشفى. الوعي موجود لكن ما زال يعني احنا بحاجه الى كثير من التوعيه بالنسبه حق المرضى. واحنا يعني ان ذا بروسيس على قولتهم. لو ننتقل دكتور للعلاج، كيف يكون العلاج؟ هل هو دوائي جراحي ولا في مراحل؟ في طبعا هو العلاج الدوائي والعلاج الجراحي او القسطره بعدين الجراحي. العلاج الدوائي متوفر الحمد لله، تحتاج الى تذويب هذه الجلطه، اعطاء اللي هو الادويه اللي تمنع تخثر الدم وبذلك انفتح هذه اللي هو نقول عنه الخثره الموجوده في الشريان التاجي ويرجع الدم الى ما كان عليه، بس ما زال التضيق موجود ولذلك بيحتاج اللي هو يا القسطره القلبيه او بعدين حتى عمليه فتح القلب. كثير من المرضى يعني اجروا القسطره اجراء كلش بسيط ما ياخذ يمكن بالكثير في الايدي الماهره الى 15 دقيقه وفتح الشريان بعد نفس الشيء ما ياخذ فتره طويله. طبعا هاي كلها مرتبط بتطور العلم وسهوله وصول الناس الى الخدمه الصحيه. طيب دكتور اتوقع ايضا بعد القسطره المريض لازم يغير حياته، يغير طبيعه اكله، لازم يمارس الرياضه، يمتنع عن التدخين، صحيح؟ كل هذه الاشياء لازم تكون ضروريه لتجنب ايضا المضاعفات. صحيح. طبعا اذا بنقسمها الى عده جوانب، الجانب الاول اللي هو البيت، الجانب الثاني العمل، والجانب الثالث احنا بنقول عنه المرحله ما بعد المرض. البيت طبعا حياته بتتغير كليا، طبيعة غذاء بتتغير كليا، الانتباه موجود لازم يكون من الأهل حتى والتوي يعني لازم يكون بعدهم مشاركين في عملية العلاج. طبيعة الغذاء هنا عندنا في البحرين تغيرت، ما قمنا ناكل نفس ما كنا ناكل قبل. صحيح. مثل ما أقول الحمد لله خير ونعمة، لكن بعد هاي الخير والنعمة اللي احنا موجودة عندنا سببت أشياء ثانية. الشيء الثاني في العمل، طبيعة عمل الشخص يجب النظر الى طبيعه عمله، شنو بالضبط هو قاعد يشتغل، لان احنا نعطيهم فترات طويله من الاجازه والراحه، الاعمال الشاقه نخفف عنه نقول له صراحه يعني كات داون او يعني حاول تشتغل في شغله شويه اخف. بعضهم يشتغل في حياه مثل ما تقول غير نشطه، يعني قاعد في مكتب، هاي بعد نقول لهم لا لازم تزيد من نشاطك، تروح تتمرن، تتمشى على الاقل 20 دقيقه كل يوم وترك.
وبعدين اللي هي المرحلة ما بعد المرض. تخيل مثلا إنسان صار له الجلطة القلبية والألم الشديد، الأثر النفسي بيكون موجود، ولذلك هنا يأتي دور التوعية والتأهيل بالنسبة حق مرضى القلب. في عندنا طبعا احنا وحدة تأهيل القلب ايون عندنا في الوحدة، تتم عملية تأهيلهم سواء حق البيت حق العمل وحتى الأثر النفسي الموجود نتيجة الجلطة اللي صارت، لأن كمضاعفات للمرض قد تمتد المضاعفات إلى مثلا مو بس ذبحة صدرية، يدخل المريض في هبوط حاد في هبوط حاد في الدم وينتج عنها احنا نقول عنه يعني توقف دقات القلب، فاحنا نقوم عملية الإنعاش وهاي تجربة مريرة يمر فيها المريض. بس دكتور يعني تكلمنا وايد عن الجلطة او السكتة، بس شو يصير داخل الجسم حزت السكتة او حزت هو انقطاع في الدم. فنفس ما مثل ما تقول لو تقطع الدم عن ايدك مثل ما تقول بالزورق نفس الشيء، يعني اذا تشوف الصورة عندكم هنا بتشوف اللي هو العضلة نفسها حمراء اللي هي احنا نقول عنها اذا في التشريح، بعدين مع انقطاع الدم تبتدي الزورق. فهني الالم داخل وظيفة القلب تخفض يعني تنزل. يعني الضخ ما يكون طبيعي، الضخ الطبيعي بحيث يوفر كمية دم كفاية للدماغ. فتخيل انت مثل ما تقول يعني شيء ما تقدر تحركه. هذه الصورة دكتور؟ اي نعم، طبعا هاي هو الانسداد في الشريان مثل ما هو واضح. ممكن السلايد الثاني يوضح لكم اللي هو الاثر على العضلة نفسها. ينتج عنها طبعا اللي هو عدم وصول الدم الى الاعضاء سواء الكلاوي الرئة، ونفس الشيء بالنسبة حق الدماغ. وكل هذه لها مضاعفات تأتي مع المرض نفسه. دكتور ذكرت إن في لما الواحد يشعر بكل هالأعراض تقول له ياخذ الحبة اللي تحت اللسان، إيش هي هذه الحبة؟ الحبة عبارة هي الأهمولة، طبعا الأسبرين لازم ياخذ على طول المريض. الحبة هذه اللي هي نقول عنها نايترو أو النايتروغليسرين أو الجي تي ان يسمونها كمان، هي عبارة عن موسع للشرايين. لما ياخذها المريض تحت اللسان وصول الدم الى القلب يكون اسرع بدل ما يبلعها. فتقوم بعمليه توسيع الشرايين. لو سمح الله كان في مثل ما تقولين يعني انسداد او تخثر مره ثانيه في الشريان بوجود الحبه، على الاقل في مرور للدم بحيث ان المريض فضل ما يوصل الى المستشفى وتتم عمليه الاسعاف. لازم الكحه في هالفتره دائما اسمع لما الواحد يشعر بهالاعراض لازم يكحه. هو مساله الكحه هي اذا دخل مثلا في رفرفه في القلب اللي احنا نقول عنها دقات سريعه في القلب ساعات الساعد، يعني بعضهم يحس انه في حشرجه يقول يلا توكل على الله وروح كح. بس يعني بتودي المرض طبعا لا، يعني طبعا هو بيحتاج الى اشياء ثانيه لما يجي المستشفى، لكن الحبه اللي تحت اللسان هي اذا بقول هي الشيء الاساسي. اذا مثلا سمح الله صار في العمل او مثلا في الشارع او صار مثلا احنا دائما نقول لهم شيلوها بمخباكم وقت ما تحس خذ الحبه. اتمنى في النهايه الصوره وضحت اليوم للمشاهد والمستمع. كان معنا في هذه الفقره الدكتور خالد بن ثاني استشاري امراض القلب وتصلب الشرايين والاوعيه الدمويه. شكرا دكتور. شكرا لك دكتور. حياكم الله. ننتقل معكم الحين لفقره بالعافيه مع الشيف يوسف.